إبراهيمي دائما ما يكون هو الحل. فريد بولا يلعب كرة لدى فرجاني، ساسي 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 يعطي التقدم للغرافة، هدف أول للفهود عن طريق فرجاني ساسي، يترجمون أفضلية الدقائق الماضية بالوصول إلى شباك الوكرة. البداية من ياسين واللمسة من فابريسيو والهمسة الأخيرة كانت من فرجاني ساسي. ساسي 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 يعطي الأول والتقدم غرفاوي عن طريق فرجاني ساسي. 1-0 1-0 للفهود، يتمسكون كرة تلعب عبر الطرف الأيمن، محاول المرور من ناصر اليزيد، يلعب كرة بينية، أيوب أسأل الله، التعادل وكراوي، وبتوقيت مثالي أيوب أسأل يأتي بالتعادل، بحث عنه علي رحمة ليصلوا بعد ذلك إلى الشباك بتمريرة البديل بتمريرة اليزيدي، يصل أيوب عسال، شوف المرور، التقدم، الكرة العكسية من اليزيدي لأيوب عسال، مرت من أمام اليانكو ولتعانق بعد ذلك شباك ومرمى خلية، ارتقاء من لوكاس، أيوب عسال عادت بعد ذلك لي لوكاس مينديز، يلعب الكرة العكسية، الله 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 الله, الله. يا على هدف الموسم، على واحدا من أجمل أهداف دوري نجوم إكسبو، بنيتو 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 يأتي بهدف في غاية الروعة، يقلبون الطاولة وبهدف خيالي، بهدف سينمائي، بهدف رائع، شوف الكورة يا هذا الجمال، هدف راية، هدف مات. عايدة مرة أخرى، الضغط ياسين إبراهيمي والتعادل، إبراهيمي يأتي بالتعادل للغرفة، إبراهيمي إبراهيمي إبراهيمي، ياسين يعادل 2-2، الهدف يعيد الفهود، أي دراما، أي ندية، أي قوة في هذه اللقاء وإثارة بين الوكرة والغرافة، الآن التعادل عن طريق ياسين إبراهيمي، بعد الكرة كانت رائعة من فابريسيو دياز، يعيدهم ياسين إبراهيمي مرة أخرى، 2-2 2-2 يتقدم الغرب لياسين إبراهيمي، إبراهيمي وسعود، ياسين والخاطر من أجل ثاني أهداف إبراهيمي وثالث أهداف الغرافة، إبراهيمي وسعود، ياسين يضع الثالث للفهود والثاني له في هذه الليلة، أصبحت 3-1 وعاود الغرافة التقدم مرة أخرى، 3-2 في لقاء الخمس أهداف يا ياسين إبراهيمي، يعطي التقدم مرة أخرى وعادت غرفاوية ب
أبدا كانت وكروية النتيجة، أرسلها في الزاوية التي اتجه إليها اللقاء يأمر بعد ذلك بالاستمرارية. هنا محاولة من أجل هدف رابع، كرة حاضرة غرفوية، الله نعم 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 نعم، البدلاء يصنعون الفارق، الجانحي يضع هدف آخر للغرافة، البديل يعرف الطريق إلى شباك الوكرة. ألم أقل أنها لعبة التغييرات والمدربين؟ الجانحي من جاء بديلا أخذ كرة خلف الدفاع وبعد ذلك أرسلها لكي تتهادى بعد كرة جاءت من رابح بوصافي ليضع هدفا رابعا للغرافة.